na boi. شواهد ودبلومات وعني في بلاد بور. شنو نعمل اشنو ندير غير يجيب التيزير ويخدم في ديور الناس شو مصلع لي فراس على ود بنتي نحن الراس كان عندي وما كان باس ما كان باس ودليلة بنت الاصل والمهدي حلو وعسل وعيدة سيدة الكل انا وبنتي بحام دليلة بنت الاصل والمهدي حلو وعسل ماما عيد رغم ماسكت الكل انا وبنتي بحام الضم كما بوس كنشوف كان فيك وعايش بخير كان وجه كان قرص وتقبل بغرير كان وجه حلاوي واشكال العسل قوا والحتاق اخوكم طباخ كبير اليوم وقيلة غنقابل فطور مستحيل طيبي لي فطور بهاد الحوايج اكزاكتومون بحال اللي علمك الله سيغتو انني زربانه وغادي نخرج دابا دابا يوبي غنفطروا برا نو ما غاديش تفطر برا غنجي ميمه هي اللي غادي تفطرك ميمه قراتني بزبده وكونفيتير وكتكره صحابي نفس الاخبار نفس المشاكل والفضائح صافي تشيلي ولي كنسمع صباح الخير ماما ياك حصلتك دير فيا النميمه ايوا سيتي راه 30 عام وانا كنفطر ماماك ونغديها ونعشيها ودابا جا الوقت باش هي اللي خصها تقابلك اجي لهدا واش الاطفال كيربيو كليبات قطيطات وانت مربي لنا الفيران والحناش والعنكبوت ومش داكشي ويلي مالك وليدي كبر في قادوس يا ماما شحال من مره قلت لك هادوك راه ماشي فيران ديال قادوس هادوك سميتهم لي زامستير شحال مره غنقولها لك ايوا المهم تشبهوا الفيران دابا يلا نفطروا الزبده والكوفيتير الكوفيتير راه خير مني يلا اجي تبعني علي لا زبده لا كوفيتير بغيت الفطور يكون بنين لا زبده لا كوفيتير بغيت الفطور يكون بنين ويلي 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 الله يا بنتي الكوزينه غزاله ويلي الثلاجه باقا في الامبالاج عمرك ما طيبتي حتى بيضه البيتزا الكوموند البيتزا غديري ليه فقر الدم هاد الولد اجي علاش ما تكريهاش للشاف معاه كتهكمي عليا ماما ياك كتشوفيني كنضرب تماره ما كنجي حتى لقينا وقت عاد غنجلس انايا نطيب المهم انا محتاجك اليوم وفين عمرك ما كنتيش محتاجه ليا شوفي غادي دي مهدي المدرسه وغادي تدخلي عند المديره وغادي ياجلوا هذاك الاجتماع ديال لي بارون ما غاديش نقدر نمشي ياه لي بارون كلهم ياجلوا الاجتماع على قبلك نتيا مزيان ها شوفي انا راه خدامه ماماك ماشي خدامه ديالك ولا الشيفور سمعتي ياك ماما وانتي عارفاني هذه 3 شهور وانا كنقلب على الخدامه ما لقيتهاش انتي ما كتقلبيش على خدامه كتقلبي على مديره عامه في اصلاحيه ايوا واخا نجيب انا وحده ما عندها حتى شي مؤهل باش تقابل ليا ولدي ايوا لا قلتي بغيتي عندها ليسانس لقيناها عندها تكوين في الفندقه لقيناها ولكن تكون كتسوق وكتقن 3 اللغات وما مزوجاش وتجلس معاك في الدار 24 ساعه على 24 ساعه ايوا هذه اللي لحت السيفي ديالها في الفيسبوك غيطروا عليها الرجال ما غتبقاش ليك الشروط حافظاهم يا ماما صم كلهم شفتي غير الشروط ما شفتيش انا الصالح شحال غندير ليها ما شفتيش الامتيازات اللي غندير ليها انا رانا امراه وكنحس بالمراه سواء كانت خدامه في الدار ولا كانت مديره ماشي بحال دوك اللي كيجيبوهم كيحرطوا عليهم وكيعطيوهم جوج دريال دابا يا المهم ما ديريش ليا فيها النقابه ديال الخدامات غادي دي مهدي ولا ما ديهش واش عندي اختيار لا ماما انا بجوجنا ما عندناش الاختيار شتي وليدي هاد اللي فعل قرطيطه واش عرفتي اش درت ولا ما عرفتيش درت اش درت كنت غتخرج هي كنت غتصيفطني للسبيطار اليوم ديت نغديها
يا قلتي لي ديها غديها ايه ديتها غديها شريت لها شاورما تهليت فيها من بعد خرجتها شريت لها كلاص اش من كلاص راه هادي لاباني ماشي لاكلاص لاباني راه ما سميتوش لاباني راه الناس كيقولوا لي سميتو لافاني غير الناس كيقولوا لي لاباني ياك المهم كلاص ياك حلو ياك المهم بارد وكليتيه قلت لها غير واحد من الكروسه ملي غنشري لك مقصر العابدين المشكله ماشي في لاكلاص المشكله خالتي قالت كركبني فوق العود العود 100 درهم في عين الدين قلت لها بنيتي راه ما عنديش بدات كتغوت وكتشعون جمعت الجوقه قلت لها مرا بنتي قالت لي بالله راه خاطفني عجبتك هذه؟ أنا قلت لهم خطفني وعباد الله ما عندهم ما يدان اللي كيضرب واللي كيصرفق وجادين التليفونات وكيصوروا فرحانين 1425 بارتاج بجوج دقيقة أنا غنولي مشغول دابا في المواقع ديال التواصل الاجتماعي شنو البنت هذه؟ نعال الشيطان وليدي السعيد هانت واحد السيد جا عندك الصباح وخلى لك هاد لاكارت فيزيت خير إن شاء الله هذه هي الخدمة اللي قلت لكم يلا حنا غنتفكم من هاد الشيء كله هو وغنمشيو على الناس ديال أليبا يلا جمع حوايجك ويلا نمشيو بابا شنو سخيت يا بابا غادي نمشيو لهاد البلاصه غنمشيو احسن من هنايا غادي نعيشو مع الناس ديال الاليبا فحومه احسن من هادي سعيد انا متفقاش معك نسيتي الحومه اللي كبرتي فيها وكبرتي فيها وتزاديتي فيها وتزوجتي فيها وولدتي فيها حتى بنتك مشي عند ناس ما كتعرفهمش انا كان عندي اختيار كما نعيش في هاد الحومه هادي وكما نزاد فيها وتاني الحمره ما بقاتش خالتي كلشي تبدل شوفي الناس كيبدلوا شو ولاو فين هما دوك الناس ديال الحومه ديال بكري اللي كانوا كيتعاونوا وتحبوا بعضياتهم وتبغوا بعضياتهم كلشي تغير الله يهديك اخالتي يلا جمع حوايجك ونمشيو عاد البارح واحد خينا خلا دابوا فين غادي نمشيو واحد راه ثلاثه هاني ثلاثه واحد مازال يقلب على ودنا في الباركين اشمعتي ايوا ولات ولات ليا مشرمله جمع حوايجك يلا نمشيو يلا غادي نتوحشك تكسكسو الرفيصه ديالك اخالتي الا توحشتي الكسكسو الرفيصه ديالي هربي ليهم واجي عند خالتي هربي ليهم خالتي واش كتعلمي انحراف اه لاباني مهدي شوف اولدي شكون ما مساليش الله يرضي عليك اولدي طول شوف شكون شكون واحد الراجل وماك ما حليتيش قلتي ليا غير طال ما قلتيش ليا حل استغفر الله العظيم لا اله الا الله السلام عليكم مدام دليلة بونجور بوينس دياس جود داي اودودو ما فهمتش اودودو يعني بونجور بالكورية حيت انت باغا اللغات بزاف اشرح بالخاطر انا واش كتقلبي على خدامه ها سمسار لا 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 الخدامه اللي باغا انت ما غيقدرش يلقى لك حتى سمسار مول لاجونس لا حتى لاجونس ما غاتجمع لي زاجونس كلهم عمرهم ما غيلقاو لك الخدامه بالمواصفات اللي بغيتي انت انا هو الخدامه اسمح لي راك غلط انا يا باغيه خدامه امراه اين بون شوف بون بوي بحال بحال الفرق هو ان راه بحال بحال سي المهدي كي داير سميتي معلوم تعرف سميتك انت راك مشهور جداك ماما قاعده عاودت لي عليك بزاف وقالت لي بطل وما كتخافش من الحيوانات ومن الحشرات قوي هذه ما كذبتيش فيها عشتي انا كتعرف ماما معلوم شكون اللي ما تعرفش شكون اللي ما تعرفش لاله عايده كلشي العالم تعرفها تبارك الله عليها مشهوره صافا مهدي صافا كلشي بخير بخير مهدي هزك شي طلع لاشوب ديالك مرتاحين وما هنا مهدي غادي تطلع لاشوب ديالك مرتاحه انا هنا سمحتي يا مدام صاحبي المهدي شوف انا تيبان لي عندك مشكل مع ماماك مشكل في التواصل معها خاصك تعرف بان ماماك هي المورد المالي ديالك الاساسي يعني دابا هاد اصحابك الا قلقتيهم ما كاينش حتى شي مشكل وطلعتيهم ما كاين حتى شي مشكل ولكن الا قلقتيها هي غدا بني غتقول لها عطيني المصروف ديالي باش نشري لهم الماكله غتقول لك لا والا ما عطاتكش هي المصروف اش غادي دير غادي يموتوا بالجوع واصحابك غيضيعوا اذا خاصك تكون ذكي وما تخاصمش مع وزاره الماليه إذا طلع على الشامبر ديالك سمحوا لي يا صحابي غنطلعوا كاين ضغوطات ماليه تفضل كي درتي لها ماما ما كيسمع لياش دابا غادي يطلع هذه من ضمن المواهب اللي عندي انا
شنو هي المواهب ديالك؟ معلوم الا بغيتي تعرفيها ما كاين حتى مشكل. الدبلومات كنهضر 5 ديال اللغات، كلشي كاين. وشنو هما لي ريفيرونس ديالك؟ موجودين، غير من دابا حتى واحد بقى كيتعامل بالوراق وبالدواسه. غادي تغوغليني جوجل، عندي انستغرام، عندي الفيسبوك وعندي يوتيوب. وكتخدم اون بوان مضطر اخاكي لا بطل. في الحقيقه انا نعاود لك المدام، انا ما لقيتش خدمه وتسدوا فيا البيبان، فما بقى لي حتى شي باب اخر الا انت. فلهذا هاد الخدمه اللي بغيتي انت ديال انا بغيتها، وغادي ندير مجهود كبير انني نكون احسن من اي بون غتقلبي عليها. وعندك مع الدري صغار؟ طبيعه الحال، انا كنسير اصلاحيه وعندي ايكيب ديال الفوت، وكنتعامل مع جميع الجمعيات. على فين كتظني انني تلاقيت مع مدام عيده؟ ماما مرحبا. الله يبارك فيك. تبارك الله عليك، ما عندي ما نقول، كلمة واحدة عندك. معلوم، أنا عندي كلمة واحدة. شنو اللي كنت كنقول لمدام دليلة؟ بغيتيش تسالي من هاد البلاصة ماما؟ كيجيك سعيد بعدا. وباز، واش أنا غنخدم عندي راجل؟ إيوا واش فيها؟ بحال راجل بحال المرأة، وزيدون هذا فيه كاع المواصفات اللي بغيتي. والبيت ديالي حدا بيت الخدامة. لا لا ما تخافيش يا مدام، أنا ما تخافيش، أنا كنسد عليا في الليل بالساروت. سمعي قالك هو اللي غادي يسد عليه بالسالوت، هو اللي خايف. ولي علاش غتخافي؟ ما تمشيش بعيد، هو راه مع زينب وجايب ليا المراه. لا 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 مادام ماشي مراه، ماشي انا ارمل، انا ارمل، انا ارمل، يعني المراه ديالي ماتت مسكينه وانا عايش مع هذه بنيتي باقا صغيره وزوينه، ولا قبلها هي جبت نخدم انايا، لان بغيت تعيش فواحد الاتموسفير مزيانه وتعيش في فيلا مزيانه وتعيش مزيان. انا ما باغي والو، بغيت غير بنتي تقرا وانا بكرشي، ما بغيت والو. انا غادي نجيبها لك ونقدمها لك وغتعجبك. فين غتجيبها ليا؟ نقدم لك بنتي غتعجبك. غزاله زوينه. لا اجل اجل ابليس بلاتي نفسر ليك. شتي هذا شحال حنين مسكين، عرفتي راه كان لاعب مشهور وضربوه للرجل، هرسوها له ولحوه في التوش وتخلات عليه الفرقه، وزادته المصيبه ديال المراه مسكينه الله يرحمها، ماتت وخلاته البنيته عندها 6 شهور. لا اله الا الله. وباع الدار، بلاتي نكمل ليك، باع الدار اللي كان شاري بالكريدي باش يداويها، وفي الاخر ماتت. ماما انت دائما كتبقاي تلعبي لي على هذا الوتر ديال العاطفه. صافي بارك، مسلسل تركي هذا بارك. صافي عرفتو في الجمعيه ديال المتخلى عنهم. هو حتى هو متخلى عنهم. ايوا الا ما خدمتيش غادي يولي متخلى عنهم. وباص باص باص ماما باص. هيا بنتي شرفينا مدام دليلة، زوينه غزاله تبارك الله. واش دير انا كي غتمشارك؟ نو هذا شعري توتة تبارك الله غزالة. ميرسي. ما شاء الله تنتي غزالة. شكرا. اشتي يا مدام شحال ديما سمعت هاد الكلام؟ غتبقي تسمعي كل صباح. عطيك المورال. ولكن راه ما يمكنش، ما يمكنش ماما. علاش؟ شو مسكينة؟ واش راجل في الدار؟ ايوا راجل عطاك الهيبة في الدار، شو 15 وقداش؟ مالك؟ راهو الدري ثاني خصو راجل في الدار. الدري عنده باه. لا اش من باه؟ باه طلقك هذه 3 سنين وست شهور ما جا شافوه. او الفرشه الفرشه اسكت. كيعرف الحاله المدنيه والفيسبوك راه طلع كل شيء. اش غندير لك؟ واخا ماما واخا. انا مزوج فيك مدام. شوفي مدام، انت يا باغا خدامه وانا باغي نخدم، وبنتي خصها دار وخصها فين تسكن، وانا عارف بان المدرسه الامريكيه عطيك فامور وغادي تعطيك جوج الاولاد، وانت عندك غير ولد واحد. الا دخلتي معاك بنتي غادي يوليو يقراو جوج في المدرسه الامريكيه، وبنتي غتولي تقريها هي الانجليزيه، ونقدروا نتفاهموا انا وياها حيت انا كنهضر اللغات بزاف. فلهذا الله يجازيك بخير الى موقفي معنا. في الحقيقه غزاله كتدخل القلب. كتدخل القلب. تقولي اختو سبحان الله كتشبه الماء. وغزمو عندنا شومبر دامي لي انا. لا انت يا لاكاف زينب كاراج. المهم الكراج لاكاف بحال. ولكن بلاتي انا واحد المراه ديمقراطيه كيخصني الفوت. فوت نادي موافقه ولدي؟ موافقه ماما. لا لا المهم عايده ديما موافقه. يعطيك الغمه ثاني. زينب موافقه. اذا انت انا موافقه. واش كتخافي من الفيران؟ نخاف انا؟ كنت عندي واحد الحنش في 4 متر في الطول، يقدر ياكل فيران ديالك في دقه واحده، ويقدر يسد بنادم في جوج دقائق. ماما يمكن لي نغير الراي تاعي. تخوطه ولدي تخوطه.
مجموعة دحات تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد.